السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم فيديو عن الديكور الداخلي وازاي تعمل حيطة داخلية في الشقة من الطوب السرناجة او الطوب الحراري. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يقد، بيستعمل برضو صلايب، وطبعا اهم ملحوظة زي ما انتوا شايفين هو بيركب الطوب على الحيط بدون ما شرحه. طبعا الكل ممكن يقول ان ده هيفصل بسهولة يعني، ولكن هو هنا مستعمل كيماويات البناء الحديث، مواد رابطة بحيث ان هي بتزود قوة الالتصاق بتاع الطوبة مع الحيطة بدون ما تفصل. وده بيرجع لكيماويات البناء الحديثة. لو هتركزوا شوية هتشوفوا الحيطة واضحة جدا، هو فرد عليها المادة وضيف لها المكون الكيماوي. هنا زي ما انتوا شايفين هو شغال عمال يقد، وشغله كله على صلايب، طبقة المونة بسيطة خالص، المادة اللزقة. هو بيستعمل هنا المادة، ما بيستعملش الاسمنت. والحيطة كلها تتنفذ قدامكم خطوة خطوة من البداية للنهاية. بيقص طبعا وبيساوي وبيظبط الحجر بتاعه او الطوب بتاعه. هنا بيقص بيعمل بيت صغير كده عشان الكهرباء، عشان الفيشة بتاعت الكهرباء اهو. وبدأ يظبط ويقفل زي ما انتوا شايفين، وكل الشغل على صلايب زي ما انتوا شايفين. هيقفل الحيطة كلها بدقة وبجودة عالية جدا، وبالذات شغل الصلايب الحقيقة يعني بيطلع شغل ممتاز زي ما انتوا شايفين. شوف الميزان معاه يوزن اول باول خطوة بخطوة، بيروق اول باول وبينظف، مفيش حاجة شرة، مفيش بهدلة، مفيش وساخة، مفيش اي شيء، كله شغل بالنظافة وبالراحة واحدة واحدة. وبياخد مدماك مدماك من الاول للاخر اهو. بصراحة يعني قمة في الاتقان والجودة وشغل عالي جدا، وخاصة الشغل اللي بصلايب ما شاء الله عليه، يعني حاجة محترمة قوي. وهتشوف الحيطة دي في الاخر هتبقى عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي في النهاية في اخر الفيديو. صبور جدا وبينفذ وبيمشي مدماك مدماك من اول السطر لاخر السطر. تمام، بدأ يرفع بيأكد. ايوة هنا جاب اخر دراعه بقى، خلاص رفع على اخره اهو، بياخد المدماك اللي هو قادر ان هو يجيبه. ودايما متابع بالميزان، دايما متابع بالميزان، ما بيسيبش الموضوع كده وخلاص. هنا واقف على حاجة عالية وبدأ يظبط. ايوة ماشي تمام، الله ينور. زي ما انتوا شايفين اهو مفيش اي عيب، مفيش اي غلطة، ما بيفردش مونة كتير. هو بياخد المادة بس على القطعة وشغال، شغال بيقفل. بس اهم ملحوظة في الفيديو ده كله ان شغل الصلايب فعلا بيطلع شغل عالي جدا 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 في الفينش بتاعه. واستعمال، لو انت هتستعمل المادة اللزقة، المادة اللاصقة معاك في الطوب ده، فلو هستعملته على المحارة زي ما هو معمول كده وعلى الدهانات هيفصل، ولكن لازم تستعمله مادة من مواد البناء الحديث، من كيماويات البناء الحديث، اللي هي مادة بتزود الالتصاق او قوة التماسك مع الحيط بدون ما يحصل فصلة. بعد كده يحدد البعد عشان ياخد المقاس ويقسط الشغل بتاعه بحيث انه يقفل اخر قفلة كما انزل. فضل المدماك الاخير اهو، بدأ يظبطه ماشي، يعتبر كده شبه خلص الحيطة مبدئيا كما بان. هيبدأ بقى التنظيف، وزي ما انتوا شايفينه بينظف. وهنا هيبدأ يعمل بقى الزملكة او التملية. هنا بدأ يملف العرميس اهو، عرموس ابيض، واحدة واحدة ماشي مع العرموس، بيشطف فيه وبيشطف في الحيطة. والحيطة ما شاء الله طلع زي ما انتوا شايفين حاجة محترمة. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب معنا في القناة عشان تشوفوا جديد دايما. عمل برضو صلايب
وطبعا اهم ملحوظة زي ما انتوا شايفين هو بيركب الطوب على الحيط بدون ما يشرحه. طبعا الكل ممكن يقول ان ده هيفصل بسهولة يعني، ولكن هو هنا مستعمل كيماويات البناء الحديث، مواد رابطة بحيث ان هي بتزود قوة الالتصاق بتاع الطوبة مع الحيطة بدون ما تفصل. وده بيرجع لكيماويات البناء الحديثة، لو هتركزوا شوية هتشوفوا الحيطة واضحة جدا، هو فرد عليها المادة وضيف لها المكون الكيماوي. هنا زي ما انتوا شايفين هو شغال عمال يقد، وشغله كله على صلايب، طبقة المونة بسيطة خالص، المادة اللزقة. هو بيستعمل هنا المادة، ما بيستعملش الأسمنت. والحيطة كلها تتنفذ قدامكم خطوة خطوة من البداية للنهاية. بيقص طبعا وبيساوي وبيظبط الحجر بتاعه أو الطوب بتاعه. هنا بيقص بيعمل بيت صغير كده عشان الكهرباء، عشان الفيشة بتاعت الكهرباء اهو. وبدأ يظبط ويقفل زي ما انتوا شايفين، وكل الشغل على صلايب زي ما انتوا شايفين. هيقفل الحيطة كلها بدقة وبجودة عالية جدا، وبالذات شغل الصلايب الحقيقة يعني بيطلع شغل ممتاز زي ما انتوا شايفين. شوف الميزان معاه يوزن اول باول خطوة بخطوة، بيروق اول باول وبينظف، مفيش حاجة شرة، مفيش بهدلة، مفيش وساخة، مفيش اي شيء، كل شغل بالنظافة وبالراحة واحدة واحدة. وبياخد مدماك مدماك من الاول للاخر اهو. بصراحة يعني قمة في الاتقان والجودة وشغل عالي جدا، وخاصة الشغل اللي بصلايب ما شاء الله عليه، يعني حاجة محترمة قوي. وهتشوف الحيطة دي في الاخر هتبقى عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي في النهاية في اخر الفيديو. صبور جدا وبينفذ وبيمشي مدماك مدماك من اول السطر لاخر السطر. تمام، بدأ يرفع بيأكد. ايوة هنا جاب اخر دراعه بقى، خلاص رفع على اخره اهو، بياخد المدماك اللي هو قادر ان هو يجيبه. ودايما متابع بالميزان، دايما متابع بالميزان، ما بيسيبش الموضوع كده وخلاص. هنا واقف على حاجة عالية وبدأ يظبط. ايوة ماشي تمام، الله ينور، زي ما انتوا شايفين اهو، مفيش اي عيب، مفيش اي غلطة، ما بيفردش مونة كتير. هو بياخد المادة بس على القطعة وشغال، شغال بيقفل. بس اهم ملحوظة في الفيديو ده كله ان شغل الصلايب فعلا بيطلع شغل عالي جدا 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 في الفينش بتاعه. واستعمال، لو انت هتستعمل المادة اللزقة، المادة اللاصقة معاك في الطوب ده، فلو هستعملته على المحارة زي ما هو معمول كده وعلى الدهانات هيفصل، ولكن لازم تستعمله مادة من مواد البناء الحديث، من كيماويات البناء الحديث اللي هي مادة بتزود الالتصاق او